قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما بيلحقك يا أخي، يشق الواطة دي يلحقك كيف ذا؟ ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ده فتوة، دي فتوة القرآن. قال لك تدعو غيري، الله قال لك تدعو غيري في القرآن، الله سبحانه وتعالى قال لك ده شرك. ما تزعل، ما هذا واضح. زول قال يا رب نجيني من الكرب، ده نادى واحدا، ده موحد، راجل مرا كبير صغير، يا رب نجيني من الكرب، ده موحد. يا الله ويا فلان، ده واحد ولا اثنين؟ ديل اثنين، يا الله ويا فلان، ديل ما واحد، ديل اثنين. كيف يكون توحيد؟ ده الشرك ذاته. وتسأل وتقول له فلان ده بيسمع الله ولا بيسمعه؟ يعني سمعه زي سمع الله؟ ولو بيسمع ذاته سمعه زي سمع الله، يقول لك لا لا لا، الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تقول له أقوى فلان ولا أقوى الله؟ يقول لك أقوى الله، ده ضعيف زي، وخلق الإنسان ضعيف. تقول له عنده الملك ده ولا الله؟ يقول لك أخذ فقير زي. عنده الملك الله سبحانه وتعالى، الله قال في القرآن قل اللهم مالك الملك. عنده القروش، عنده الرزق، عنده المال ده ولا الله؟ يقول لك الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله قال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أها، قال لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. لو أدون الخزائن بتاعت الله كلها بيمسكوا. أتاني في شو؟ كريم ده ولا كريم الله؟ كريم الله. البنجي من الكرب ده ولا الله؟ يقول لك الله. طيب بتنادي ده ليه؟ يقول لك ده واسطة بيني وبين الله. الله قال ما داير واسطة، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. انت بتوري الله انت؟ الله قال ألا لله الدين الخالص، دين نظيف، والذين اتخذوا من دونه أولياء. عديل قال لك أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. الله دي ما دائرة، قال لك لو دائرني تجيني عديل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. إذا شنو؟ إذا دعا عبادي الصالحين ولا إذا دعاني؟ إذا دعاني تدعو الله، ما في واسطة بينك وبين الله. الله سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولا جماعة يوحد الله، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية عتبان رضي الله عنه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.